صباح الخير والبداية مع العناوين. وأنا مش جزء من أي مؤامرة أو تحالف أو وأتوقع الشعب الأردني كله أوعى من أنه يصدق أي رواية رح تطلع الآن أو أي تأليف أو أي تزوير. ولي العهد الأردني السابق يؤكد أنه قيد الإقامة الجبرية، والحكومة الأردنية تعلن اليوم تفاصيل العملية الأمنية التي أدت إلى اعتقال العشرات. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يحذر من خطورة إجراء الانتخابات ضمن برنامج يعترف بالاحتلال ويشرع ضم الضفة والقدس. في احتفال مهيب، المومياوات الفرعونية تشق طريقها إلى مقر إقامتها الدائم في المتحف المصري الكبير. أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستصدر اليوم بيانا تفصيليا حول الاعتقالات التي جرت أمس في البلاد على خلفية عملية أمنية. وفي مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين أنه غير مسؤول عن أي عملية انقلاب. وأنا مش جزء من أي مؤامرة أو تحالف أو وأتوقع الشعب الأردني كله أوعى من أنه يصدق أي رواية رح تطلع الآن أو أي تأليف أو أي تزوير. همي وطني، أقسمت لوالدي وأنا معاه وهو بتعالج أني أظل مخلص قدر الإمكان وقدر الاستطاعة لهذا التراب ولهذا الشعب، وأني أقدم حياتي إذا لزم الأمر من أجل الأردن ورسالة أبائي وأجدادي، وهذا المحرك والدافع الوحيد اللي عندي. لكن للأسف الشديد الإخلاص للوطن الآن تهمة، وإذا الواحد ما انصاع وركع للظالم أصبح عدو، إذا الواحد تكلم بكلمة حق أصبح محارب ومتهم. وكانت محاولات اغتيال الشخصية والتأويل وغير ذلك علي وعلى عدد كبير من أبناء هذا الشعب. الأمير حمزة قال إنه قيد الإقامة الجبرية، وأن رئيس أركان الجيش زاره وأبلغه ضرورة ملازمة منزله وعدم الاتصال بأي شخص، ولفت إلى أن الاتصالات قد قطعت عنه. جاني اليوم رئيس هيئة الأركان المشتركة وقال لي باسم مدير الأمن العام وباسم مدير المخابرات إنهم بيحذروني إني ما أخرج من البيت وما أتواصل، وممنوع إني ألتقي أو أتواصل مع أبناء هذا الشعب، وتم سحب الحرس أو حرسي وحرس أبنائي بالكامل، والآن تم قطع الإرسال عن البيت، وأتوقع أنه هذه الوسيلة الأخيرة المتوفرة لدي الآن، واحتمال أنهم يقطعوها خلال الفترة اللي جاية. وسمعت برضو أنهم اعتقلوا عدد كبير من معارفي. مواقف الأمير حمزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ناقضت البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والتي نفت اعتقال ولي العهد السابق. البيان أشار إلى أنه طلب من الأمير التوقف عن تحركات وأنشطة توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية. المزيد من التفاصيل تنضم إلينا من عمان مراسلة الميادين لانا شاهين. لانا صباح الخير. طبعا الحكومة الأردنية ستعلن اليوم أو من المفترض أن تعلن اليوم عن تفاصيل العملية الأمنية التي جرت يوم أمس، لكن هل توفرت أي تفاصيل جديدة ولا سيما حول وضع ولي العهد السابق الآن، وهل صدرت أي مواقف أردنية جديدة فيما يتعلق بما جرى؟ صباح الخير أحمد. يعني بالفعل وفق وزير الإعلام وهو أيضا الناطق باسم الحكومة، اليوم سوف يتم إصدار بيان تفصيلي خلال الساعات القادمة، من المتوقع على أبعد تقدير أن يكون خلال ظهر اليوم،
وذلك لتوضيح تفاصيل الاعتقالات وإطلاع الشعب الأردني عليها. يعني بالأمس كان هناك حالة كبيرة من الضجة بالتحديد على مواقع التواصل الاجتماعي، الآن هو الهدوء سيد الموقف. بكل تأكيد الجميع بانتظار نتائج التحقيقات، وهذا ما أكد عليه البيان، والذي طبعا هو بيان القوات المسلحة، والذي أيضا نفى الأمير بأنه هو عكس البيان الذي قال بأنه الأمير ليس قيد الإقامة الجبرية أو الاعتقال، ولكن الأمير نفى ذلك. على كل الأحوال نحن نتابع كل ما يجري هنا في الأردن ونزود الميادين بكل التفاصيل. كان هناك بعض البيانات خرجت من محافظة عمان، وكان أيضا هناك بيانات من الوسط الإسلامي، وأيضا بيانات من عدة من العشائر أكدوا وقوفهم إلى الأردن شعبا وحكوما وملكا. لنا أمنيا كيف يمكن وصف المشهد الآن في الأردن؟ أمنيا الوضع هادئ كما ذكرت. يعني خرجت بالأمس العديد من التحليلات وأيضا العديد من وزراء سابقين ومن مراقبين، الكل يعني كان هناك يؤكد بأنه هناك محاولة لبلبلة الوضع هنا في الأردن، ولا سيما مع تهديدات داخلية وأيضا خارجية. هذا الكلام أيضا تحدث به الملك عبد الله، وذلك قبل أسبوعين تقريبا، وقال وطالب المواطنين بالوقوف في وجه الفتنة، وبالتحديد الفتنة الداخلية وأيضا الفتنة الخارجية، وذلك بسبب الموقف السياسي الذي يتمسك به الأردن. على كل الأحوال يعني أيضا من ضمن التحليلات وما خرج به المحللون والمراقبون، نفوا بأن تكون هذه العملية هي عملية انقلاب، لأنه من تم اعتقالهم من الأشخاص لا هم لا يمتلكون تلك العلاقات إن كان في الدولة أو في حتى الأجهزة الأمنية. لذلك كان الهدوء بعد كل الضجة التي أثيرت هو سيد الموقف. مراسلتنا في عمان لنا شاهين، شكرا لك. وفي ردود الفعل أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلاده تتابع عن كثبة التقارير حول الأردن وأنها على اتصال مع المسؤولين في المملكة، مضيفا أن الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة يحظى بدعمها الكامل. كما أعرب مجلس التعاون الخليجي عن وقوفه إلى جانب الأردن وجميع إجراءاته للحفاظ على الأمن والاستقرار، وهو الموقف ذاته الذي أبداه الديوان الملكي السعودي وملك البحرين. كما عبرت مصر عن دعمها للملك عبد الله الثاني في حفظ أمن المملكة واستقرارها. في كلمة له في مؤتمر القدس النقابي الأول المنعقد في سوريا تحت عنوان نقابيون من أجل القدس، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الأولوية الآن هي لمقاومة الاحتلال وليست للانتخابات ولا للتنافس على السلطة بوجود المحتل. إن مسؤوليتنا المباشرة اليوم هي مقاومة هذا الاحتلال وعدم الاعتراف بشرعيته، لا أن نتصارع على صناديق الانتخابات والعدو يصارعنا على الأرض. إن عدم الذهاب للانتخابات دلالته لدينا أننا لن نعترف بالعدو ولن نعترف باحتلاله لأرضنا. إن الانتخابات تحت الاحتلال هي رسالة على إمكانية التعايش وإمكانية القبول بما يفرضه علينا الاحتلال. لذلك يجب أن لا نعطي أي شرعية لسلطة وهمية قائمة وما زالت تحكم شعبها بحماية الاحتلال. الانتخابات اليوم هي تجديد لشرعية أوسلو ولشرعية سلطة تنازلت عن حقنا التاريخي في فلسطين. النخالة طالب العرب والمسلمين بوقف حملات التطبيع المذلة والرخيصة من دون أي اعتبار لملايين الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال. نطالب إخواننا العرب وإخواننا المسلمين أن يقفوا بجانب شعبنا، وأن تتوقف حملات التطبيع المذلة والرخيصة التي تتدافع لإقامة علاقات مع العدو،
دون أي اعتبار لملايين الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال وتصادر بيوتهم بيتا بيتا في القدس وغيرها، وتصادر أراضيهم وتقام عليها مستوطنات ومدن صهيونية على مرأى العالم ومسمعه. قال المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني إنه لا قيمة للمفاوضات مع الولايات المتحدة لكون الشعب العراقي قد حسم قراره بإنهاء وجود الاحتلال الأمريكي. وقال الحسيني إن المقاومة العراقية مستمرة بالضغط على أمريكا، وقرارها هو إنهاء الاحتلال، موضحا أن التحرك العسكري في بغداد هو لنقل آليات عسكرية من موقع إلى آخر. في العراق أيضا إنجاز العديد من الخطوات الفنية والقانونية المرتبطة بإجراء الانتخابات المبكرة وضع هذا الملف على طريق الإنجاز في الموعد المحدد له من قبل مفوضية الانتخابات. تقرير محمد الفهد. ملف الانتخابات المبكرة في العراق على طريق معبدة يقول المراقبون، بعدما حسم الأفرقاء متطلباته الفنية والقانونية، وعلى رأسها استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية من قبل مفوضية الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية وتحديد موعد حل البرلمان، وهي من العوامل الجوهرية لنجاح هذا الملف. المفوضية أعلنت استعدادها من الناحية الفنية، لكن الكتل السياسية لحد الآن يعني نواياها غير واضحة، هل هي مع بشكل مطلق مع إجراء انتخابات بموعدها أم لا؟ هذه المسألة كما ذكرنا خاضعة لأمزجة السياسيين. وينتظر أن تشكل الانتخابات المبكرة في العراق مرحلة مفصلية في النظام السياسي إذا نجحت كما توقع متخصصون، ولا سيما أن قانون الانتخابات الجديد سيعطي فرصة للمرشحين المستقلين، كما إنه سيقلص مساحة هيمنة الأحزاب التقليدية بعدما قسم العراق إلى أكثر من 80 دائرة انتخابية وانطلق التنافس الانتخابي بشكل مبكر. محاولات يعني تنافس سياسي واسقاط او تسقيط سياسي لبعض الكتل السياسيه، ورايناه واضحه من خلال بعض الكتل السياسيه التي تدافع على قرار ارتفاع سعر الدولار دون وجود مبررات حقيقيه، وتتهم كتل اخرى بانها تريد يعني تتخذ هذا الموضوع للصراع الانتخابي، فبالتالي هو فعلا صراع انتخابي بدا مبكرا بين الكتل السياسيه. أما الحكومة العراقية فعبرت من خلال رئيس وزرائها مصطفى الكاظمي التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد من دون أي تأجيل، عبر إيجاد البيئة الأمنية والرقابية اللازمة لها. عمليا لا شيء يقف أمام إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، لكن باب التوقعات لا يزال مفتوحا على مصراعيه بحسب مراقبين، وذلك تسليما بقواعد النظام السياسي الحالي الذي يعتمد التوافق في كثير من الأحيان حتى عند الحديث عن الحدود القانونية. محمد الفهد، بغداد، الميادين. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في الثالث من كانون الأول ديسمبر من العام 2015. وفي رسالة وجهها إليه ليلة الماضية، شدد سعيد على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي وغير بريء، بحسب بيان الرئاسة التونسية الذي أوضح أن سعيد علل لجوءه إلى حق الرد بحجج قانونية تتعلق بالآجال الدستورية وبما شهدته تونس منذ وضع الدستور حتى اليوم. في لبنان، ومع اشتداد الأزمات واستمرار الحصار الخارجي، دعا الرئيس ميشيل عون إلى تسمية الفاسدين بأسمائهم، فيما تنظر بريطانيا في تقرير يتهم حاكم مصرف لبنان عياض سلامة بغسل الأموال وممارسات فساد. تقرير عباس صباغ. للمرة الأولى يدعو الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى تسمية الفاسدين بأسمائهم،
فرئيس الجمهورية ومع كثرة الاجتهادات بشأن الفساد والفاسدين وعرقلة التدقيق الجنائي الدولي في حسابات المصرف المركزي، أكد في تغريدة أن أول خطوة حقيقية في محاربة الفساد تكون بتسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح. ورأى عون أن تعميم التهمة يصب في مصلحتهم لأنه تجهيل للفاسد الحقيقي وتضليل صريح للرأي العام. كلام الرئيس اللبناني جاء بعد السجال بين مصرف لبنان ووزارة المالية على خلفية التدقيق الجنائي الدولي وعدم تسليم حاكم مصرف لبنان رياض سلامي سوى 15% من المستندات التي طلبتها شركة ألفاريس أند مارسيل للمباشرة بالتدقيق في حسابات الدولة اللبنانية منذ العام 1992. في هذه الأثناء تثار في بريطانيا قضية الحاكم سلامي لجهة الاشتباه في غسله الأموال، وسبق للقضاء السويسري أن أثار قضية مشابهة وتواصل مع القضاء اللبناني بشأن تهريب سلامي أموالا إلى الخارج. كل ذلك يترافق مع استعصاء الأزمة السياسية على الحل والإخفاق المتواصل في تأليف سعد الحريري حكومته بعد 6 أشهر على تكليفه. أما الأوضاع المعيشية والاقتصادية فتبدو أكثر سوءا بعد التدهور الحاد في سعر صرف الليرة أمام الدولار وإعلان وزير المالية غازي وزنه أن الاحتياطية من العملات الأجنبية لدعم المواد الأساسية والمحروقات والطحين لن يكفي سوى لشهر أيار مايو المقبل. هذا فيما تترنح المبادرة الفرنسية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون من بيروت غداة انفجار المرفأ في آب أغسطس الفائت. في سوريا مبادرات تطوعية من أطباء وفنيين وجمعيات أهلية تقوم بدور حيوي في مساعدة مصابي كورونا، دور يأخذ أهمية متصاعدة في ظل اشتداد الوباء والضغط الحاد على المستشفيات العامة. تقرير محمد الخضر. أخيرا وجدت هذه السيدة ضالتها، أسطوانة أكسجين لوالدتها المصابة بوباء كورونا. حالها كحال مئات وربما آلاف السوريين بعد الارتفاع في عدد الإصابات. بصراحة أخذت رقمهم من المشفى وأنا صلي 10 أيام بالمشفى مع الوالدة وبدي أكسجين مشان خرجها على البيت. دقيت لهم قال لي في تعالي خدي، ما عندهم أي مشكلة حرام يعني. ارتفاع الإصابات بكورونا دفع المبادرات الأهلية والتطوعية والجمعيات الخيرية إلى العمل ضمن مساحة تحرك واسعة في المعركة. عشرات الجمعيات والمبادرات تؤازر جهود الجهاز الطبي السوري. ساعد هي جزء من المنظومة، عم تحاول تقدم خلينا نقول الدرجة الثانية من المساعدة اللي هي الأسطوانات، الأكسجين، الوقاية، الحماية، الشيء اللي احنا فعلا اليوم عم نساعد فيه وزارة الصحة بمستشفياتها، بمعنى أنه اليوم مريض بحاجة للأكسجين ما في داعي ياخذ سرير بمشفى، يفتح المجال لشخص هو بحاجة له أكثر. استنفار على مدار الساعة، مئات الاستشارات عبر الهاتف وتطبيقات واتساب والفيسبوك دعما للمصابين. مقاربة نجحت إلى حد بعيد في مساعدة المصابين بعيدا عن ضغط المشافي. ما هي الموجة على الرغم من عدد الأطباء الكبير، الخبرة بالتعامل، عدد الأسطوانات اللي عم يتوزع على الأماكن المعروفة، المشافي اللي صار عندها خبرة بالتعامل مع الموضوع وأقسام اللي فرغتها، ولهلا نحن عم نعاني ضغط كبير. نسبة الإشغال بالمشافي بالعنايات صارت 100%. المرضى صرنا عم نحولهم للريف في حالات نحن ما عم نحسن ندبره من زيان، نحاول قبل نأسره بالريف مشان في حال إنه بس إنه نحسن نأمن هذا المريض. وزارة الصحة طبقت خطة استدعاء الكوادر في حالة الطوارئ وتشغيل المشافي بالطاقة القصوى لصالح مرضى الجائحة مع اقتصار العمليات على الحالات الطارئة. مرة أخرى يثبت المجتمع الأهلي السوري قدرته على التدخل في محطات حرجة حفاظا على سلامة وصحة آلاف المصابين، دور تتضاعف أهميته في ظل تأثيرات الحصار والضغط الكبير على المؤسسات الصحية السورية. محمد الخضر، دمشق، الميادين. تحتسم موكب المومياوات الملكية، نقلت 22 مومياء فرعونية في موكب غير مسبوق من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارات المصرية في الفسطاط، وطاف الموكب شوارع القاهرة التي تزينت خصيصا لهذه المناسبة، ونقلت مومياوات 18 ملكا وأربع ملكات من عصر الأسرة الفرعونية 17 إلى 20 على متن عربات مزينة على الطراز الفرعوني،
تحمل أسماءهم بحسب الترتيب الزمني للحكم. وتخلل ذلك حفل موسيقي وفني ضخم حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي. المهرجان الروسي للفن المعاصر بأفكار خلاقة ومحتوى جديد يعمل على دعم سوق الفنون الروسية وتشجيع الفنانين وتشكيل جيل جديد من هواة جمع الأعمال الفنية. تقرير يارا حسن. من التعبيرية والتجريدية مرورا بالرمزية فالسوريالية وصولا إلى التصوير والفنون الرقمية، اتجاهات متنوعة في الفنون يقدمها المهرجان الروسي للفن المعاصر. المهرجان الذي يجمع أعمالا من مدارس مختلفة يشارك فيه أكثر من 100 فنان و40 دار عرض ليدشن بذلك موسما جديدا في عالم الفن الروسي. هذا واحد من أهم الملتقيات الفنية في روسيا. نحن ننظم أيضا منتدى للحوار يشارك فيه خبراء وأصحاب المعارض وجميع اللوحات والتحف. يتضمن برنامج المهرجان مناقشات حول تطوير سوق الفن والتقنيات الحديثة في هذا العالم والمناهج المبتكرة للترويج. معرض إن جاليري يرى أن ثمة صورة نمطية مغلوطة يروج لها حول الفن المعاصر، حيث يستغرب البعض محاولات إعادة تشكيل الفن الكلاسيكي وفق أطر الفن المعاصر. أستخدم الفن الرقمي في عملي، وهنا أعرض مجموعة حول أساطير الشرق. فهنا مثلا رسمت الملكة سميراميس ودمجتها رقميا على خلفية متحف بوشكين الروسي. المهرجان بأجنحته الكثيرة والفريدة يحاول دعم الفنانين الروس وتقديمهم للوسط الفني وللزوار. للمهرجان رسالة إنسانية إلى جانب رسالته الإبداعية، فهو يتبنى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. ونلاحظ هنا رسومات جينيا، الفنان الشاب الذي يعاني من متلازمة داون والذي يستخدم الأصباغ ليعبر عن عواطفه وأحاسيسه ورحلته للاندماج في المجتمع. يارا حسن، موسكو، الميادين. وإلى التذكير بأبرز العناوين. وأنا مش جزء من أي مؤامرة أو تحالف، أو وأتوقع الشعب الأردني كله أوعى من أنه يصدق أي رواية راح تطلع الآن أو أي تأليف أو أي تزوير. ولي العهد الأردني السابق يؤكد أنه قيد الإقامة الجبرية، والحكومة الأردنية تعلن اليوم تفاصيل العملية الأمنية التي أدت إلى اعتقال العشرات. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يحذر من خطورة تنفيذ الانتخابات ضمن برنامج يعترف بالاحتلال ويشرع ضم الضفة والقدس. في احتفال مهيب، المومياوات الفرعونية تشق طريقها إلى مقر إقامتها الدائم في متحف الحضارة. المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.